يفعمون بالحيوية مندفعون نحو الواجب الوطني، شباب في مقتبل العمر يطمحون لغد أفضل، ما كان لهم أن يتخلفوا عن موعد 7 سبتمبر لإبداء رأيهم في من سيقود سفينة مستقبلهم. أمرت لأول مرة حقي في الانتخاب لاختيار الرئيس الأنسب للجزائر. فئة الشباب نتمنى يوفر لنا مراكز شغل، نتمنى تزدهر الحياة الاجتماعية في الجزائر، وفي الأخير نتمنى أن تبقى الجزائر بلد آمن وسالم. على الجانب الآخر، مسنون تجاوزوا 70 و80 بقوا أوفياء لوطنهم ولم تتغير عاداتهم حين يتعلق الأمر بالرئاسيات، لأنه وطن الأجداد والأولاد والأحفاد. إن شاء الله رئيسنا اللي يجي إن شاء الله بإذن الله يفوض علينا الخير من عند الله ومن عنده. 62 فوت ما فالو بيته. أنا كل ما نروح زوتهم نقول لهم هذا زوتهم خيروا لي ظهركم، راكم حريرهم عطيتهم الحرة. أنا اليوم جيت نفوطي نمشي مال فان جي نفوطي، وأنا جاية فرحانة بلادنا والدينا ماتوا عليها. الفعل الانتخابي حق يكفله الدستور وواجب يعلمه الآباء للأبناء حتى يكونوا في المستقبل طرفاً في مسار البناء. جيبوا معنا أبنائنا خاصة أنهم يشوفوا عملية الانتخاب الفعلي، ممكن يسمعوا عليها لكنهم ما جربوهاش. التجريب هو أهم حاجة، يحضروا معنا يشوفوا عملية الانتخاب باه لما يكبروا يعرفوا بأن الانتخاب هو حق وواجب. واليوم أنا متحمسة جيت مع ماما نشوف طريقة الانتخاب باه كي نكبر ونوصل سن الرشد نولي أنا نجي وحدي ننتخب. معي ولد بني قال لي جيت نفوطي جد، قلت له لا جيت تتعلم باز فوطي، تعلم الوطنية وروح المسؤولية. لا فرق بين الصغير والكبير ولا الرجل والمرأة، فهي مسؤولية يتشارك فيها الجميع لأجل جزائر آمنة ومستقرة تقوم على مبدأ الحرية في الاختيار عبر أداء الواجب الوطني.